الأصحاح 15 و16 من سفر أعمال الرسل يخبرنا بأن بولس والرسل أرادوا التبشير في آسيا، لكن الروح القدس منعهم. ثم أرادوا أيضا التبشير في بثينية، لكن الروح القدس أيضا لم يسمح لهم بالتبشير هناك. وفي الحلم يظهر لبولس رجل مقدوني واقف يقول له: أعبر إلى مقدونيا وأعنا. فيتأكد بولس بأن الروح القدس يريده أن يذهب ويبشر في مقاطعة مقدونيا، فيسافر هو وشريكه في الخدمة سيلا وتلميذه تيموثاوس هناك إلى تلك المقاطعة، مقاطعة مقدونيا، ويدخل إلى أول مدينة في هذه المقاطعة وهي مدينة فيلبي. الروح القدس يهيئ في هذه المدينة أشخاص وحوادث، من خلالهم تتأسس أول كنيسة في القارة الأوروبية، كنيسة فيلبي. فنقرأ عن ليديا بائعة الأرجوان التي سمعت بولس يخبر بالأخبار السارة فتؤمن به وتتعمد هي وأهل بيتها. ومن خلال أحداث درامية أيضا يدخل بولس وسيلة السجن، وهناك أيضا في السجن بعد أن تتزلزل أساسات السجن يصرخ سجان فيلبي ويقول: ماذا أفعل لكي أخلص؟ فيقول له بولس: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. فيؤمن سجان فيلبي ويعتمد هو وأهل بيته. من خلال هذه الحوادث وحوادث أخرى تتأسس هذه الكنيسة. بعد حوالي 10 سنوات يذهب بولس إلى روما ويسجن، ومن السجن يكتب رسالة إلى هذه الكنيسة، كنيسة فيلبي التي أسسها. هذه الرسالة تسمى رسالة الفرح، رسالة التفاؤل، رسالة السلام، على الرغم من إنها من الرسائل التي كتبها بولس وهو في السجن. في هذه السلسلة من المواعظ نتأمل في هذه الرسالة التي كتبها بولس إلى أهل فيلبي. سمينا هذه المواعظ للحياة هي المسيح، وهذا العنوان أيضا هو مستوحى من نفس الرسالة، رسالة فيلبي الأصحاح الأول العدد 21. في هذه السلسلة نسأل سؤال، وأنا أسأل هذا السؤال لكل من يشاهدنا: مسيحي كنت أم غير مسيحي، علماني، ملحد، أيا من كنت؟ نسأل هذا السؤال، وأنا أسأل هذا السؤال: ما هي الحياة بالنسبة لك؟ بولس يجيبنا في هذه الرسالة عن هذا السؤال فيقول: بالنسبة لي الحياة هي المسيح. لكن أيضا عندما نتأمل في هذا الجواب نرى أن هذا الجواب هو جواب مفتوح، يحتاج إلى الكثير من الدقائق والتفاصيل لكي نفهم ما معنى الحياة بالمسيح. لذلك نطرح سؤال آخر في هذه السلسلة من المواعظ: كيف أعيش الحياة بالمسيح؟ هذه هي السلسلة التي نبدأ فيها بالتأمل في رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي. تابعونا ونحن نتعلم
ونحاول الإجابة على السؤال كيف نعيش الحياة بالمسيح. نطلب من الرب يسوع المسيح أن تكون هذه الرسالة أو أن تكون هذه المواعظ سبب بركة لكم جميعا، وأن تكون أيضا بداية لحياة مع المسيح. نطلب هذا باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. آمين.